حبوب ما يملى بكوت مالك انت مال التقنية. تقنية تطلع رجال. عليكم الكلام الزايد يلا نبدأ التحدي. افتح الصندوق. شل مقص. قص اذنينك. رجع المقص. بوي ما تسمع؟ صمخانك ما حد؟ ما اسمع لان اذنيني مقصوصة. Surprise, motherfucker. الدنيا لابقى وهرة وحرارة رطوبة زيادة تموذ الحالة البترول غالي. وين مستقي مالك؟ تعرف لا الرياضة مفيدة للصحة انا متين فلازم اضعف. رياضة مفيدة للصحة. ركب لا صفعك ركب يلا يا شباب من الاختبار ساعتين اي واحد يسلم لي الورقه بعد الساعه 12 راسب في الماده. ما شاء الله الحين جايين اخر مره تاخر. روح لزوجانك لابس اللي ملون لابس. ولد عينك على ورقتك. يلا يا شباب اللي مخلص القدر يطلع. اللي ما كلمتني وانا فوق المسيل. استغفر الله من ذا العبيد. والله صرفك العور ما تشوف شارع شارعي. وجدي في السياره مضيقها. سلامك ما تشوف. ايش ما تشوف انا ما اشوف شارع انت ماشي قدامي. وين دخل الشارع؟ وين دخل؟ السياره هنا ولا الشارع هنا؟ انت قاعد فوق هنا. اسمعني انا ما بهوره هني. ولا شكلك انت ما تبى تنام الليل؟ احنا ناس تابعه ومضيفه. اعرف المنكر تابعه ما تابعه بروح اتصل بالشرطه انا. ها يبى الشرطه. ابوي احسن نحلها وديه. خلا الصناعيه بصلحها حالك خلا. ومثل ما شفت صاحبي اعتقد بس يبى له صبغ رخيص يعني. لا صاحبي المتكف داخل على داخل ويحتاج له صبغه 350 ريال ان شاء الله. اي 350 صاحبي اعتبرها طاحن 50 بحال طاحن 50 يعني 300 معني. سيارتك صلحها وحدك وبعده ما اكذك صلح سيارتي معك.